وكالعادة دايما بنكون مع حضراتكم في الشارع مع الجمهور. احد البيوت الأهلوية شكله رائع وجميل جدا، رحنا عملنا معاه تقرير. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن رمضان السيد. محمد عبد العليم بازا، قرية نادر، مركز الشهداء، محافظة النوفيه. قصة حب للنادي الأهلي ده حاجة من الطفولة، أنا بعشق ومدمن حاجة اسمها النادي الأهلي. بدأت أحب النادي الأهلي من سنة 2000، وبدأت أروح المباريات، لفيت ورا النادي الأهلي كتير، بقالي 20 سنة بلف ورا النادي الأهلي. أول مباراة كنت حضرتها كانت في استاد القاهرة مع نادي القناة، كانت في قبل نهائي كأس مصر، وربنا كرمنا وفوزنا. وبعد كده رحنا النهائي، كانت اخر مباراه للكابتن وائل الجمعه مع نادي غزل المحله. النادي الاهلي كسب ب 2-0 سنه 2001، وانا يعني بحب النادي الاهلي، واللي انا عملته في البيت ده حاجه بتعبر عن انتمائي وعشق للنادي الاهلي. النادي الاهلي عملاق القاره الافريقيه وكتب بالكره المصريه الاوحد، النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. انا عامل الشعار اللي ورايا ده قبل نهائي القرن الاسباني، وحطت النجم التاسعة اللي منفوز بيها تفاؤلا بالنجم التاسعة. بعد كده ظهرت عندي فكرة ان انا اما ربنا كرمنا وفزنا بهدف محمد مجد قفشة، الهمني يعني ان انا ربنا الهمني ان انا اعمل البيت كله بعلم النادي الاهلي، وفكرت ان انا اجيب سيراميك واجيب واحد مصمم يصممه، وطبعت شعارين للنادي الاهلي كبار ولوجو النادي الاهلي، وكتبت الاهلي فوق الجميع واعظم نادي في الكون، وصممت ان انا احط النجمه العشرة عشان ان شاء الله رب العالمين البطوله ديت بتاعتنا، والنادي الاهلي هيحقق النجمه العشرة. وزي ما عملت وحطيت النجمه التاسعه قبل ما نفوز بيها، حطيت النجمه العشرة ان شاء الله رب العالمين البطوله من نصيب النادي الاهلي. هو انك تعمل حاجه زي ديت فده ان دل على شيء انه يدل على حبك الكبير للنادي الاهلي، فيعني هعمل حاجه عظيمه ومشرفه البلد كلها تفتخر بيها. وان كانت مصر فيها الاهرامات، فقريه نادر فيها بيت الاستاذ حمد بازا الملقب بابو ياسين. طول عمره بحب الاهلي، ومعظم القريه هنا كلها اهلاويه. الناس مبهورين كلك، لان ديت حاجه اول مره تحصل في محافظه المنوفيه، ونادرا لما حد بيفكر كده، وكل واحد بيعبر عن حبه وعشقه للمكان والكيان اللي هو منتمي اليه. والنادي الاهلي يعني حاجه تشرف اي حد، النادي الاهلي بيضيف لاي حد. بيلمع اي حد، بيضيف لاي حد. النادي الاهلي شرف لكل اهلاوي وشرف لاي حد مهما يكون هو ان هو ينتمي النادي الاهلي. النادي الاهلي بمن حضر، والاهلي تاريخ كبير وقصه عشق كبيره، ويعني الانتماء للنادي الاهلي ده مش شيء بسيط، وعندنا امثله كبيره. يعني الاسطوره مانويل جوزيه قبل ما يجي النادي الاهلي ما كانش حد يعرفه، حقق حاجات كتيره وحقق وسطر تاريخ مع النادي الاهلي، وحقق دوري ابطال افريقيا، وما خلاش حاجه الا لما حققها، ما كانش حد يعرفه قبل ما يجي النادي الاهلي. ومجرد ما وصل النادي الاهلي وحقق بطولات انشهر، كان مرشح انه يمسك منتخب البرتغال، مسك منتخب انجولا. ان شاء الله في السنه الجايه شقيته بتتوضب، ان شاء الله اعمل عالم النادي الاهلي الحادي عشر، بعمل 11 نجمه مش 10 بس. ورس حمدي عمل 10 نجوم هنا، يعني ايه استبشارا بالنادي الاهلي ان شاء الله، وانه يكسب النهائي ويبقى البطوله الافريقيه رقم 10. انا ان شاء الله بعمل نجمه ال 11 وتبقى الحادي عشر. الناس كلها رحبت بالفكره، ونتمنى الفكره تنتشر. وقريه نادر اصلا اولا انا عيلتي كلها اهلاويه، بدايه من اخواتي لعمامي لاولاد عمامي. قريه نادر اللي هي قريه بسيطه وناس محترمين وناس طيبين وملتزمين بالعادات والتقاليد، كلها اهلاويه، بل محافظه المنوفيه بالكامل تشجع وتعشق النادي الاهلي. هم بيفوزوا وبيجوا عند البيت يطلعوني وانا عندي 70 سنه ويشيلوني والف البلد. الكابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره، اي حد يتعلم يتمنى ويتشرف انه يسلم عليه او يتصور معاه. الصوره ديت واحد اهلاوي من البلد محتفظ بيها بقاله اكتر من 32 سنه. ليه؟ لعناها مع الاسطوره محمود الخطيب.
حب للنادي الاهلي يتخطى كل الحدود. انا ما يبقى فيه نهائي قاري او مباراه مصريه للنادي الاهلي يعني حضرتك بيبقى عامل زي الطفل الصغير اللي بيبقى محضر لبس العيد ومستني النهار يطلع عشان يلبس لبس العيد ويحتفل بيه ويفرح. انا ببقى مستني النادي الاهلي ومتشوق ان انا اشوفه. انا حب للاهلي ده يعني شيء غير عادي. انا بعطل حياتي كلها وشغلي وكل حاجه في الدنيا عشان خاطر النادي الاهلي.